هو يقول في السؤال أنه أفطر على أذان مسجد الذي أذن على وقت المدينة. نعم، المسجد الذي أذن على توقيت المدينة، يعني أفطر على أذان مسجد حيه الذي أذن على وقت المدينة. المسجد مخطئ في هذا، إذا كان يؤذن على توقيت المدينة وتوقيت المدينة متقدم على توقيت مكة، فالمؤذن مخطئ ولا يجوز تقليده في هذا. أما إذا كان توقيت المدينة متأخرا عن توقيت مكة فلا بأس.